في مدينة نيويورك الأمريكية، فيه بنت اسمها أودري مع حبيبها الشرطي جونس. وصلها للمدرسة اللي شغالة في المسرح بتاعها، وهي تبع الكنيسة، وأودري يتيمة بعد مقتل أبوها وأمها زمان واختفاء أخوها ماركوس، وبتحاول تتأقلم مع ماضيها القاسي، والكل بيحبها في المدرسة، والمدرسة هي جزء من مكان كبير متقسم لثلاث أماكن: ملجأ مهجور وكنيسة ومسرح كمان جوه المدرسة، والكنيسة تحت إدارة الأب فرانس. ولما دخلت أودري المسرح ما لقيتش فريق البنات بتاعها، وعمال التنظيف جيف وبين يقولوا لها إنهم شافوهم متجهين للملجأ المهجور جنب الكنيسة، وهتروح أودري تجيبهم عشان العرض هيبدأ قريب. والبنات في الملجأ المهجور وتحكي لهم سارة عن قصة السفاح اليتيم اللي الملجأ ده اتقفل بسببه لما كان بيكره الكل وبيتعامل هنا وحش جدا، فجاب فاس وقتلهم كلهم لحد ما نقلوه لمصحة عقلية، ودي اسطورة هنا محدش بيصدقها، ولو دورنا على القناع بتاعه ممكن هنلاقيه. وفيه ناس بتصدق الاسطورة وان السفاح اليتيم هيعود في يوم من الايام للانتقام. وأودري في المكان تلاقي الشباك مفتوح وحد غريب مقنع ماسك فاس، والاغرب هو البنت اللي بتلعب وبتغني من وراها وبتقول لها السفاح اليتيم هيقتلك، وفجأة تلاقيها اختفت وهي عبارة عن دخان مش اكتر. حتى السفاح الغريب اختفى وما بقتش شايفاه من الشباك، ووصلت للبنات وتعتقد انها بتهلوس. والبنت الغريبة كان عندها حق لما قالت لها السفاح هيقتلك، لانه ظهر ومعاه السيف بتاعه. وجيف عامل التنظيف رايح يرمي القمامة وقعد يستريح بعد ما خلص شغله، وفجأة سمع صوت غريب حواليه ويفتكرهم اطفال، بس مصدر الصوت مش من وراه، مصدر الصوت قدامه. والسفاح اليتيم جاله وهو مش مصدق نفسه ان الاسطورة بجد، والسفاح قتله زي ما هيعمل في الكل هنا في المدرسة. والسفاح بعد ما قتل جيف راح يجيب سلك شائك من الجدار العازل بين الملجأ والمدرسة، وهو هيستخدمه لقفل الأبواب وتعذيب الضحايا. وهو شكله متضايق جدا، وهو عايز يصطاد شخص واحد بس من المدرسة، وهيستنى قبل ما يقفل أبواب المدرسة والكنيسة لحد ما الناس اللي حاضرين المسرح يمشوا، وهو عايز الليلة تكون ممتعة ليه. وبعد ما المسرح ما خلص والناس استمتعوا خلاص بيستعدوا للخروج، وتلاقي أودري إن البنات عمالين بيضحكوا بعد الحفلة ويطلبوا منها تفتح خزانتها، وتلاقي فجأة قناع السفاح اليتيم والبنات لقوه في الملجأ، خصوصا سارة، وعملوا لها ملجأ، وتتضايق لانه فكرها بذكريات مؤلمة وتطلب منهم يمشوا بسرعة. وراحت أودري للحمام، ولما الغرفة بقت فاضية السفاح دخل عشان ياخد قناعه المفضل، والمذبحة هتبدأ هنا بيه. والشباب وهم ماشيين يلاقوا ان سارة مش هتروح معاهم لانها تكمل مذاكرة هنا في المدرسة، وهم مش هيوصلوها. ولما مشيوا السفاح ساعتها قفل كل الابواب على الموجودين جوه المدرسة او الكنيسة، وسارة هتندم انها ما روحتش مع زمايلها. والسفاح مراقبها وتفتكر أودري ذكريات مؤلمة لطفولتها وهي بتلعب مع اخوها ماركوس بالصندوق المرعب، وساعتها العيلة كلها كانت فرحانة لحد ما اتنين حرامية اقتحموا البيت عشان يسرقوه، ولما الام جت تكلم الشرطة قتلوها هي والاب، وسرقوا البيت ومشي بسرعة وما خدوش بالهم من أودري ولا حتى ماركوس اللي هم مستخبيين في الحمام. وصار لوحدها تلاقي السفاح المقنع جاي يشكرها انها لقيت له قناعه. وقتلها بالسلك الشائك وهياخد جثتها لبعيد للمخبأ بتاعه في الملجأ المهجور. والسفاح اليتيم يا صديقي هو ماركوس اخو أودري، وبيفتكر لما اخته جالها راجل وتبناها وسابته لوحده وحيد في الملجأ ومحدش بيحبه ولا بيلعب معاه، فراح جاب مضرب وهجم على صديقه الشرير لانه بيضايقه وما بيلعبش معاه. وساعتها الام اتجننت من سلوكه وبدأت تعذبه وتحبسه لحد ما كبر هنا في الملجأ ونقلوه لمصحة نفسية، والسفاح هرب ساعتها ولا عمره ما حب الام ولا اي حد خالص في الملجأ. الوحيدة اللي كان بيحبها هي اخته
أودري، وفي الآخر مشيت هي وعندها 5 سنين عشان تعيش حياتها الجميلة وتسيبه هو في الجحيم ده. بس خلاص بعد هروبه من المصحة هينتقم منها، وهي محبوسة هنا في المكان وهيطلع عليها التعذيب اللي كانت الأم بتعمله فيه زمان. ولقى سكينة مناسبة للمهمة، والموظف كوبر سهران في المدرسة ورايح الحمام ومش واخد باله من السفاح ماركوس اليتيم اللي هيعمل له فخ، ولقى كوبر فجأة الكهرباء بتفصل فتضايق ويروح يشوف فيه ايه، وفجأة يلاقي باب الحمام مقفول والكهرباء رجعت، ولما نزل يشوف فيه ايه السفاح شده وقتله وقطع راسه كمان في الحمام. وقدري خلصت ونازلة تروح بيتها، بس تلاقي كل الابواب مقفولة بسلك شائك، حتى هي اصابت ايدها ومش واخدة بالها ومش عارفة مين عمل كده، والسفاح اليتيم مراقبها ومستمتع بألمها ومستغربة قدري من الهدوء الزيادة المنتشر في المكان ورائحة الدم والموت الموجودة. ولما راحت الحمام تعالج ايدها تشوف السفاح ولكن طلع هلوسة، بس لما تشوف الدم ده مش هلوسة، ولقت كوبر راسه مقطوعة والدم في كل مكان في الحمام. ولما تجري تلاقي بن ويقول لها اكيد ده مقلب وانا هروح اتأكد، وفجأة السفاح ظهر وقتله، ومش بس كده ده رمى راس كوبر لأودري ويقول لها دورك جاي، وسابها تجري ومش هتلاقي اي مخرج خالص ومستمتع بخوفها وشايف انه لازم يضللها ويعمل لها فخ. وهي جريت للمخرج من باب الكنيسة وبرضه السفاح قفله، وفجأة جالها وحاصرها وهيقتلها، بس فجأة الاب فرانس ظهر واعتقد انهم بيعملوا مقلب وزعق للسفاح، والسفاح اتضايق لانه ما بيحبش حد يهزقه وقتل الاب فرانس. وأودري هربت، والسفاح لازم يجيب حاجة اكبر من السكينة وراح جاب فاس المفضل لأي سفاح. وأودري عمالة بتهرب وبتنادي على اي حد يساعدها بس مش لاقية، وراحت لشباك تحاول تهرب منه، وتلاقي فجأة الاخت لارا عمالة بتصرخ خوفا من السفاح، وتحاول أودري تهديها وفشلت، والسفاح جالها وسمع صوت صراخها وقتلها وجريت أودري من تاني والسفاح وراها، ووصلت لحيطة سد وخدت حديدة على الارض عشان تدافع بيها عن نفسها، والسفاح سمع صوتها ولما راح لها وقع في فخها وهجمت عليه، وهو ما تأثرش وهربت بسرعة ويقول لها سلمي نفسك كده كده هتموتي، وحبست نفسها في الحمام وكسر الباب عشان يدخل لها بالفاس، ولكن نجحت تهرب منه واصابته في رجله ومش عارفة تروح لفين، وراحت للاسانسير تحاول تشغله بس فشلت، فحبست نفسها جواه للامان من السفاح، بس هو جالها وضربها وراح فتح الباب وحصرها ويقول لها لو كنت استسلمت بسهولة في الاول ما كنتيش هتتعبيني او هتتعبي نفسك، ومش هيقتلها دلوقتي وخطفها. وبيفتكر ذكرياته زمان في الملجأ لما كل الاطفال كانوا بيبعدوا عنه وطلعوا عنه اشاعة انه بيشرب دم البشر، حتى حاولوا يخلوا أودري أخته تبعد عنه بس هي ما اهتمتش بيهم، وهي الوحيدة اللي كانت بتهتم بيه وبتلعب معاه، وكان هو وهي بيحسوا بالأمان مع بعض لأنهم أصلا ما عندهمش حد تاني بعد موت أبوهم وأمهم. لحد ما في مرة ظهر راجل طالب أنه يتبنى أودري لأنها طيبة وجميلة، ومش عايز ماركوس لأنه شكله مضطرب وغريب، وهو الشرطي اللي عاين حادثة قتل أبوها وأمها زمان وما كانش ليهم حد من عيلتهم متبقي، فنقلوهم الملجأ. وراحت أودري تودع أخوها لأنها عايزة تعيش حياة جميلة بعيد عن هنا وهي مش هتنساها أبدا، ووافقت على الشرطي وحضرت نفسها وهتمشي معاه من الملجأ بموافقة الأم. ولقوا ماركوس جالهم أكنه بيطلب منهم ما يبعدوش أودري عنه، بس هم رفضوا وطلب ياخدوه معاها ورفضوا برضه، والأم هي اللي عملت له قناعه الغريب عشان تداري وجهه عن كل الأطفال اللي بيخافوا منه لما اعتدى على صديقه في الملجأ اللي قبل كده، بس الأم معالجتهوش بالتعذيب والحبس، بالعكس دي كبرت الحقد والكراهية جواه وعمرها ما قدرت ولا هتقدر تسيطر عليه. ومشيت أودري مع الشرطي وماركوس بيتفرج وبيتألم من جواه، ومن ساعتها ما شافهاش خالص. والشرطي جوناس وصل بيته ومتعود ان حبيبته أودري بتوصل قبله، بس هو استغرب هل ممكن تكون اتأخرت مثلا في شغلها في المدرسة، وبيدور عليها في كل حتة في البيت ومش لاقيها، وهيضطر يستنى لحد ما ترجع ويعرف سبب تأخرها، وهي مش هترجع له اصلا لانها مع السفاح اخوها اليتيم، وهو مش هيقتلها بسهولة كده، لا هو لازم يعذبها الاول زي ما الام كانت بتعذبه زمان، وهو كمان كان بيتعذب من ساعة لما سابته ومشيت، وهيربطها بالسلك الشائك
وهيستناها تفوق، ولما فاقت مش مصدقه نفسها من اللي حصل لها، ويقول لها السفاح ازاي تسيبيني كل الفتره دي وانت قلتي لي هتسالي عليا وما عملتيش كده، انا متضايق من ساعه لما هربتي مني، انا مش هقتلك، انا هخليكي تتمني الموت وعمرك ما هتحصلي عليه، ورحت عشت حياتك الجميله وسبتيني في الجحيم. وجوناس اتضايق من تاخر قدر الزياده وبيرن عليها وما بتردش، ففاض بيه خلاص ولازم يروح لها المدرسه مكان لما سابها اخر مره ويطمن عليها، ومش عارف الكارثه اللي هي واقعه فيها واللي هو هيقع فيها ورايح ليها برجليه، والسفاح هيستناه ومحدش هيقدر على انتقام السفاح اليتيم ماركوس. وقدري عماله تطلب منه يسامحها، هي كان عمرها 5 سنين ولسه ما كانتش فاهمه حاجه، او على الاقل يقتلها ويحررها من عذابها، بس رفض ويقول لها لما اشرب من دمك زي ما الاشاعه طلعت عليها زمان، وخد السكينه واصابها في رجلها زي ما هي عملت فيه، وعمال بيعذبها ومش راضي يرحمها. وسمع صوت اقتحام الشرطي جوناس ومعاه مسدس معتقد انه هيحميه من السفاح، وهو اقتحم الملجأ لانه سمع صوت صراخ اودري، ولقى فجأة الكهرباء بتفصل وبترجع، والسفاح هجم عليه وطعنه وقتله بسهولة، وهيمشي يروح يكمل تعذيب في قدري. وقدري عمالة بتحاول تشد في نفسها وتحرر نفسها من الاسلاك الشائكة، لان اخوها هيسبب لها الم اكتر من الاسلاك دي، ورجليها مصابة وحركتها بطيئة فمش هتعرف تهرب، فالحل انها تعمل للسفاح اليتيم ماركوس فخ وتهجم عليه، وبعد كده تبقى تهرب براحتها، ولازم تريح نفسها والبشر كلهم منه. وهو بيدور عليها وقع في الفخ وهي هجمت عليه ونجحت انها تقتله، ضربته بالشاكوش في راسه، والشرطي جوناس لسه عايش وبيتحمل في نفسه عشان يروح ينقذ قدري اللي عمال بيسمع صوت صراخها، والسفاح برضه لسه حي ومش هيبطل انتقام، وهيتبع قدري وينتقم منها بسبب طفولته البائسة. وهي طلعت للسطح عشان تلاقي مخرج لان السفاح قافل كل الابواب، والسفاح هيتبعها من الدم اللي نزل منها بسبب اصابتها، وجالها ويقول لها زي ما سبتيني في الملجأ ده ومشيتي هقتلك في نفس الملجأ برضه، ويقول لها لو هموت مش هموت قبل ما اقتلك، وبسبب اصابة رجلها مش قادرة تدافع عن نفسها. والسفاح يقول لها لما تموتي سلمي لي على ابوكي وامك، ولكن فجأة رصاصة اتضربت عليه والشرطي جوناس انقذها، والسفاح وقع ومات، والشرطي جوناس كمان جاب اخره ومات. وبعد فترة وودري بتحاول تنسى الماضي والسفاح اليتيم ماركوس وحبيبها اللي مات جوناس، تلاقي السفاح جاي لها بالفاس عشان يخلصوا حساباتهم القديمة، ويقول لها مش قلتلك مش هموت قبل ما اقتلك، بس فجأة طلعت هلوسة منها، والسفاح اصلا هو ساع البريد معاه طرد ليها من شخص مجهول ومستغرب منها، ولما يمشي وتفتح الطرد تتصدم لما تلاقي اللعبة بتاعت الصندوق المرعب المفضلة لأخوها اللي كانوا بيلعبوا فيها لما أبوهم وأمهم ماتوا، وديه إشارة إنه مهما بعدت عنه هو هيطاردها وهينتقم منها، وشكل قدري لن تحصل على حياة هادئة أبدا، وهتفضل طول حياتها تحاول تهرب وتستخبى منه طول حياتها، ومش عارفة تقدر عليه ولا لأ. وللأسف يا شباب الفيلم ملهوش جزء تاني، وديه نهاية الملخص، ولمزيد من أفلام السفاحين هسيب لك رابط لقائمة التشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو، قائمة التشغيل فيها اكتر من 200 فيلم سفاح.